لكن هروح على منطقة تانية، اكتشافك لنجوم ونجمات كتير جدا. ما هذا الجمال اللي عندك واللي عند جيلك؟ انكم طول الوقت حريصين ان انتوا تقدموا كل ما هو جديد وتقدموا كل ما هو حقيقي. يعني من الحاجات اللي أنا كنت بتمنى إنه يكونوا معايا نجوم جداد ويكونوا في الأدوار المناسبة ليهم في الشخصيات اللي كاتبها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. فكان بالنسبة لي كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز. قدمت لنا نجمين من اجمل ما يمكن ان بجد يقدر. يعني الحمد لله ان انا توفقت في ان انا فكرت فيهم وبلغت الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، قلت له يعني دول انا شايفاهم في الدورين دول يا استاذ اسماعيل، عشان ما اكونش معارضه في ارائه هو، فبستاذنه ان انا هكلم مامه كريمه عبد العزيز وكلمتها. كنت انا اشتغلت مع الاستاذ محمد عبد العزيز المخرج، فكلمتها وقلت لها انا عايزه كريم. هي ما صدقتش. اخترتي كريم ليه؟ اخترتيه كنت اشمعنى كريم؟ شايفه في حاجه كان عاملها الصوره تطلع، اضحك الصورة تطلع اضحك حلوة الصوره مع تطلع أحمد زكي. مع احمد زكي، فكان عاجبني قوي، فقلت الدور ده مناسب للشاب ده. فروحت مكلمه مامته، كان في اسكندريه. اول ما قالت له سمير عايزك فنزل يجري، كان الصبح موجود في مصر، وكلم صفوت وقال له انا جاي لك، وراح لصفوت اداله الروايه، قال له من غير ما اقراها عمل له كده انا موافق، انا موافق. انا هشتغل مع سميرة احمد. مدام سميرة كمان قدمتي ياسمين عبد العزيز، اخترتي ياسمين ازاي؟ اخترتها من اعلان كانت بتعمله، وكانت بس كانت في الاعلان بقى بتلعب بعينيها طول الوقت كده يمين وشمال يعني كده، فقلت لهم هاتولي البنت دي اللي بتلعب بعينيها والنبي عايزه اقابلها بس يعني، فجابوها لي. فقلت لها انا عايزاكي في دور لذيذ قوي قوي، وخدي اقري كده هتقدري تعمليه. ما كانتش بتمثل، هي ما كانتش كانت بتمثل. بتعمل اعلانات بس. فقالت لي هقدر، وكانت يعني متشجعه بشكل ان هي تعمل الدور طبعا، وكانت هي اللي طالعه في المسلسل هايدي ولا حاجه اسمها كده، انما كانت جميله جدا ياسمين، وكانت هي للدور. صحيح، لكن كمان كان ليكوا دور كبير، قدمتم حلشيحة، قدمتم احمد زاهر. ده في مسلسل خاص بالاستاذ صفوت، مظبوط. مظبوط، حلشيحه ورامز جلال واحمد زاهر، ايوه، برضو دول من ده كان في الرجل الاخر. الرجل الاخر. ايوه، طب انما وانتي بتقري الرجل الاخر؟ ما انا عارفه انتوا بتقروا، انا عارفه ان حضرتك اللي بتقري، واستاذ صفوت يسالك كده شويه. ده ما بيحصل فكر. يعني، فبقول رأيي بس طيب يعني. ما فكرتيش تقولي طب انا ليه ما اعملش الرجل الاخر؟ لا لانه كان عمل حلو لا قوي. لا لا خلاص، الاختيارات دي مخرج. انما كان في حاجة تانية بالنسبة لياسمين وكريم، لا احمد فهمي احمد فهمي المطرب. المطرب، احمد فهمي. احمد فهمي في ماما في الاسم، اتفرجت عليه كان في صباح الخير يا مصر، كان في برنامج صباح الخير يا مصر، فعجبني فطلبت المعدة بتاعت البرنامج، وقلت لها يا ريتك تدخليني مع الشاب اللي قاعد ده. لفت نظرك في ايه لفت احمد وهو نظري بيتكلم؟ في عنده جاذبية كان على الشاشة، فعجبني وعنده حضور كده، فقلت له كلمني. هو رد عليا بس ما كانش مصدق يعني، عمال يقول ايه 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 كده يعني، عمال يقول كده. قلت له ايوه انا سميرة احمد، فانا كنت عايزاك تمثل في التلفزيون. قال لي امثل؟ يا ريت يا ريت طبعا يعني، حاجه كده بالمعنى ده. فالنهايه قلت له طب كلمني بقى بعد ما تخلص، كلمني وكان وخدنا الدور ليه؟ ميعاد وجاء وانبسط قوي،
وحتى مكتوب على التتر بتاع ماما في الاسم الوجه الجديد أحمد فهمي. طيب كمان مريهان حسين قدمتوها في هذا العمل. مريهان حسين برضو هي كانت طالعة بنت محمود ياسين. برضو دي من الوجوه اللي أنا قدمتها. كمان لفتت نظري. لفتت نظري. لكن هو السؤال هنا يعني اللي حضرتك عملتيه ده كنا دايما نسمعه عن جيلكم بشكل كبير. انه وكأن المنتج او الفنان بيبحث طول الوقت عن الموهبة الحقيقية لتقدمها للجمهور. الحكاية دي لسه موجودة ولا قلت بالنسبة لمين دلوقتي؟ شايفاها ازاي؟ لا انا شايفة الحقيقة في وجوه كتير طالعة فيهم كويسين قوي وفيهم لازم يتمرنوا اكتر. في يعني نجوم هتطلع منهم. مين بتحبيه؟ مين بيعجبك وانت بتتفرج عليه؟ في شاب طلع اخيرا في مسلسل بيشبه الى حد ما محمود ياسين. بس انا مش متذكره الاسم. قصي حاجه كده. يعني مش متذكره الاسم لكن من يشبه محمود ياسين في الشكل. فعجبني الحقيقه. وفي مين تاني؟ اولا ياسر جلال كان معايا رائع في ماما في الاسم. يعني كان معايا رائع يعني. تنبأتي له بالنجوميه بعد كده؟ طبعا ويستحقها. لانه هو الحقيقه ممثل هايل وعنده القبول ده. ممثل هايل. بيعجبني جدا. مين تاني بيعجبك؟ منى زكي. منى زكي من الفنانات اللي بحبها قوي قوي قوي. برضو دي من كانت بدايات معايا برضو. بس كانت هي مبتدية. لكن بدأت بدور كانت في بنتي. ضد الطيار مع حضرتك. برضو دي من الشخصيات الممثلة جميلة. وخصوصا في مسلسل الأخراني اللي عملته. كانت هايلة. تحت الوصاية. تحت الوصاية. من أجمل الأعمال. من أجمل الأعمال الحقيقة. وهي كانت هايلة بصراحة. طب مدام سميرة هرجعك لورا شوية. هل سمعتي عن فيلم أصحاب ولا أعز؟ ده كان فيلم اتعرض على أحد المنصات وأثار جدل إن منى قدمت مشهد يبدو وكأنه خادش للحياة ولكن بالفكرة وليس بال شوفي يعني يمكن الهجوم ده حصل من جهة معينة. إنما منى ممثلة رائعة وبتقتنص بتلبس الشخصية زي ما هي لازم تلبس. يعني شوفي طالعة شكلها ايه. مش طالعة شكلها مش حلو في تحت الوصاية. تحت الوصاية. يعني محجبة بطريقة كمان يعني مشوهة بشكل في شكلها. مش يعني طالعة مش طالعة بجمالها. لكن دي الشخصية اللي بتعملها هي مالها ومال اي حاجة. طب سميرة زي احمد دايما زي انا مثلا في فيلم امرأة مطلقة. ضربت سعاد حسن. بعد ما ضربتها الناس ضايقت مني. وانا ما ضربتهاش بحقيقي. ده بقى اللي ما عملتوش حقيقي يعني. تمثيل. انما مسكنا ببعض يعني كده وحاجات كده. انما يعني الناس اتضايقت ان انا عملت كده في سعاد. فبعديها مش عايزه اعمل الادوار دي تاني خلاص. خلاص وما عملتهاش.